بسم الله الرحمن الرحيم. اولا مبروك لمصر، مبروك لجماهير النادي الاهلي، مبروك لمجلس الاداره ولكل لاعب رجل في النادي الاهلي، مبروك للجهاز الفني المحترم. الاهلي زعيم القاره الافريقيه، يفوز فوز مستحق على الترجي التونسي، فريق محترم للغايه. الف مبروك، شكرا لجماهير النادي الاهلي العظيمه. 100,000 اول مره استاد القاهره من 13 سنه نجد هذا المشهد العظيم. بسم الله ما شاء الله، جماهير الاهلي اللي جت من كل مكان، من محافظات مصر بالكامل، من الصبح النهارده بيتحركوا من اسكندريه، من كفر الشيخ، من سوهاج، من المنيا، من الجيزه، من القليوبيه، من المنوفيه، من مدن القناة. يعني عايز اقول لكم جماهير جاية من كل حتة.